هذا أيضا سائل من خارج هذه البلاد يقول: في قريتنا هناك أناس يؤذوننا بقولهم إنكم تبالغون في تعلم وتعليم التوحيد لأهل القرية ويغررون بها. اتركوهم لا تلتفتوا إليهم، امضوا في طريقكم وبينوا للناس وعلموهم، واتركوا من يلومكم أو يتضايق منكم، اتركوهم. نعم، لا تبالون بهم ولا يثنون عزمكم عن المضي في الحق، لا يثنون عزمكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنت لو تبي ترضي الناس ما زينت شيء، أنت تبي ترضي الناس لا تزين شيء أبدا، أما تبي ترضي الله سبحانه وتعالى فإنك تدعو إلى الله ولو غضب الناس عليك منهم. صحيح أنك ما تتبع طريقة العنف والتنفير، إنما تتبع الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، أما أنك تترك الناس وعلى باطلهم هذا ما يجوز لك، أنت كاتم للعلم حينئذ. نعم، إيش فائدة تعلم العلم حينئذ؟ العلم لك أنت فقط ولا للناس؟ للناس كلهم. نعم.